أكثر قصص الجن المخيفة المرعبة تحدث بالصحاري، وتحدث ويا الناس اللي يعملون بالصحاري أو يطلعون كشتات. قصة اليوم صارت ويا راعي اسمه ليث الواسطي، صارت ويا قصة جن مخيفة. قبل لا أبدي بسرد أحداثها المرعبة، أريد من عندكم تصلون على الحبيب المصطفى وتذكروا لي الله يا جماعة الخير، لأن الجن على ذكرهم يحضرون. ويلا نبدي قصة. اسمي ليث، وكنت اشتغل يم شخص يصيحوله ابو عبد الرحمن راعي، وكنا دائما نتنقل بالصحراء، وكان منطيني سياره كبيره ينقل بيها الابل اللي عنده، واحيانا العدد مال الابل يوصل اكثر من 25، واحيانا ينقص هالعدد هذا، واحيانا يبقون بس 10. هو يبيع ويشتري، وانا كنت اداريهم، وكنا نتنقل دائما من مكان المكان، لحد ما بيوم من الايام اجى علي وقال خل ننقل من هذا المكان. هذا المكان صار غير صالح للرعي، وفعلا صعدنا كل الإبل اللي موجودين والغراض كلها ونقلناها. دائما لما نروح ننصب يعني بالمكان، ننصب خيمة وأكو بركس كذلك هم نسحب ورا السيارة وآخذه. طبعا السيارة والمكان كان مهيئ جدا، يعني الأيام طويلة، لأن أنا أغلب الوقت أكون وحدي بالصحراء، يعني ماي عندي يكفيني وأكل عندي يكفيني. المهم رحنا المكان، هالمكان هذا كان جيد جدا للرعي، لكن تنقصه شغلة واحدة وهي التغطية، يعني ما كان بي شبكة، لكن مكان جيد جدا صاير على شكل يعني مرتفعات، واختارنا مكان بالمرتفع وحطيت غراضي بي، وبعدين نصبنا المكان للإبل، وبعدين الرجل أخذ سيارته وتركني وراح، وأنا ظليت بالصحراء. كانت ليلتي الأولى بهالمكان هذا ليلة غريبة جدا، إن الأرض انترست عقارب لونها أحمر. طبعا أنا عندي طبيعة لما أشوف عقارب أو أشياء مثل هذا يعني أفاعي أقرأ آيات من القرآن، وأشوف هالعقارب هذولة بنيتهم يهاجموني ولا لا. أكو معلومة صغيرة يجوز أغلبكم ما يعرفها، الحيوانات خاصة يعني مثل العقارب وغيرها، إذا أنت ما أذيتهم ما راح يأذونك إلا أنت تأذيهم. إذا صعدوا عليك وظليت ساكن بمكانك ما راح يلسعونك أبد، يعني بين قوسين الحيوان إذا ما أنت تبدي تأذيه وتهاجمه أو تدخل منطقته الخاصة ما راح يهاجمك. طبعا تفاجأت من كثرة العقارب اللي التمت حوالي، لكن انتبهت عليهم كانوا غير مؤذين، وبعدها صاروا ويختفون. يمكن بعد اليوم الثالث أو الرابع صرت ما أشوفهم. المكان مثل ما قلت لكم مرتب جدا، وكنت دائما لما ارجع اطلع يعني بالابل وبعدين ارجع احسبهم، وفعلا اخذتهم ومشيت باحد الايام، واللي حدث انا جاي امشي بالصحراء حسيت انه شخص يتبعني وكان بعيد علي. ناظرت انا وحدي بالصحراء هذا شرايد من عندي، وقفت وظليت اطالع بي وفجأة واختفى، وحسبت نفسي انه انا يعني عقلي جاي يشوفني هاي الاشياء وماكو شي موجود. وبعدين يوم اللي رجعت وانا جاي امشي نفس المكان انتبهت ما لقيت اثار مال خطوات، قلت اكيد جاي اتوهم، لكن رجوعي صار ويا وقت المغرب. فتحت الباب اللي احنا مسويها يعني لهم مثل الحظيره، وبديت ادخل بيهم واحسب، كان عددهم 22، وانا جاي احسب وصلت يعني 21 22، وتفاجأت كانوا زايدين صاروا 25 واحد، يعني بيهم جو جدد. زين ذول منين جوي؟ شلون اختلطوا ويا مالاتي؟ انا ما شفت حتى راعي، والمكان اللي بيه موجود انا ما كان بيه اي شخص. ظليت واقف واحسب بيهم حتى اتاكد، لا اكيد انا متوهم، لا اكيد انا غلطت، وبديت اعيد بيهم وهم بالداخل لكن يتحركون وما جاي اقدر احسبهم عدل. واذا اقول لكم ما راح تصدقون، الوضعيه صارت مو طبيعيه. اتخيل وصلت بيهم عد 30، يعني ما معقول هذا اللي جاي يصير. وظليت واقف بمكاني وعيد واحسب، اختلط علي الظلام وانا احسب بيهم، لغاية ما شفت بيهم شكله غريب، يعني اكو بيهم عيونه مثل اللي تلمع. المكان اللي بياني بي طاقة شمسية، وهاي الطاقة الشمسية انا ناصبها على السيارة، يعني تنطيني اضاءة مجرد انه يحل الظلام. لما نور المكان اتفاجأت اكو بيهم اشكالهم غريبة ومنطين على بياض ازيد، وهنا انا ظليت اعد بيهم لكن ما جاي اقدر. فجأة يتحركون وينعاد علي العاد من جديد،
لحد ما مرة وحدة ما حسيت غير وراي شخص أعرفه، وهالشخص هذا يشتغل بين فترة وفترة نفس شغلتي راعي، وواقف وراي وتكلم وياي. قال لي شخبارك شو علومك؟ تفاجأت من عنده، هو جاب لهالمكان وشلون اجى. ظليت اطالع بوجهه وقلت له انت من ايش وقت هنا وشلون اجيت؟ كنت ناظر في سبيل اشوف السيارة مالته موجودة بالمكان ولا لا، زين شلون ما سمعت؟ رد علي وقال شفتك من بعيد وجيت ومريت عليك. قلت له يا رجال انت شلون جيت؟ يعني جاي تلفت اريد اشوف سيارته. قال لي خلاص خلاص مو عليك، اقضى حاجتي وارجع لك. جيت اريد اتكلم وياه، قال لي دقيقة وراح يركض. قلت احتمال يعني محتاج يفك مي وراح يركض حتى يقضي حاجته، واللي سويته انتظر هسه يرجع ماكو. رحت للاتجاه اللي راح بي ما شفته، قررت ارجع للخيمة. مثل ما قلت لكم اكو خيمة واكو بركس. رحت بذاك الوقت على الخيمة ودخلت بيه وتفاجئت لقيت شخص نايم وكان متغطي بالغطاء اللي أنا أتغطى بيه. من هذا اللي نايم؟ المهم حاولت إنه أنا أقعده، أول ما مديت إيدي كان يقعد ويطالع بوجهي، كان أسمر البشر. وسألته قلت له أنت منو وش عندك نايم هنا؟ قال أنا جيت ويا صاحبك. المهم استمريت أتكلم وياه حتى أفهم هم شلون جوي، وفجأة كان أسمع صوت كأنه واحد جاي يضرب على الباب مال البركس. الباب مال البركس كان لها صوت مزعج يعني يضرب بيها بإيده، ومباشرة طلعت حتى أشوف. رجعت للخيمة وما لقيت أي أحد. هنا أنا عرفت الموضوع بيجن، واللي شفتهم أنا مستحيل يكونون من الإنس ومستحيل يكون صديقي، وهالشخص هذا اللي كان غريب ما أعرف شنو اللي دخله. وظليت أطالع، فعلا كان أكو واحد نايم، لأن حتى المكان لما رحت وحطيت ايدي لقيت المكان دافي. المهم رجعت طلعت برا وشعلت نار وبديت اكبر بالمكان، لان معروفين الجن لما يسمعون صوت الاذان يهربون عن المكان. المهم وانا مستمر واكبر تفاجئت باللي حدث وياي. انا كنت بالمرتفع يعني المكان داير مداري كله يكون ناصي، وانا جاي اكبر كانه اكو ناس بدوا يطالعون بي وانتشروا بالمكان بصورة مو طبيعية. وصرت كل ما أرفع على أذان أكثر يجون ويمشون لحد ما صار أضاءة بالمكان داير ما داير مو طبيعي، كأنه ناس شايلين شعلات من نار وواقفين. ومن الخوف والرعب تركت الأذان وتركت الآيات القرآنية واتجهت على جوالي بلكي ألقى شبكة أتصل. الجوال اللي كان عندي كان جوال عادي جدا، يعني من هذا اللي يصير بيه كشاف 1110 بذاك الوقت. هذا الجوال قوي جدا ويلقط الشبكة، لكن بنفس الوقت المكان اللي أنا بي ما كان بي شبكة. المهم بديت أتمشي وحاول أنه أنا ألقى يعني حتى ذا أدز رسالة، لأن ما كنت أقدر بذاك الوقت أشوفهم قدامي وظل مسيطر. كان الموضوع مرعب، تخيل أنت وحدك بهيج مكان وحتى سلاح ما عندك تقاوم بي عن نفسك، وإذا كانوا من الجن فأنت بمصيبة أعظم. زين هم ليش ما جاي يتقدمون؟ المهم بعد ما أيست من الشبكة ما موجودة بديت أصيح بصوت عالي عليهم أنه أنا ما أضركم ولا تضروني، وانطوني بس اليوم مهلة أطلع من المكان. وصرت أقول لهم اسمعوا، إذا أنا غثيتكم أو دخلت بأرضكم وأنا غير مرحب بي انطوني بس دن الساعات، أول ما راح يطلع علي النهار راح أخذ كل شيء وأروح. طبعا ما ردوا علي أبد وبعدهم واقفين. قلت لهم انا راح ادخل للمكان وسد الباب وما راح اطلع منه للصبح، خليكم انتم بامان واني بامان، وهذا يكون وعد بيني وبينكم. طبعا انا اتكلم ذاك الوقت يعني كلام حاد، لكن بنفس الوقت كنت مهزوز من الداخل ومرعوب. المهم تركتهم ورحت عند البركس. طبعا الاجواء كانت حاره وما اقدر انام بالداخل، بس شو اسوي ما اقدر امن على روحي انام بالخيمه وهي كلها يعني من نقماش. دخلت للباركس وسديت الباب عليه، إلى جامة من الزجاج صغيرة وإلها بردة، كانت البردة مالتة مسدودة. كرسي أروح وأطالع وأشوفهم بعدهم واقفين لحد ما سمعت الباب انضربت علي، وهنا ارتعبت وصحت، وبعدين قلت خلي أروح وافتح الباب. طبعا متأكد الجن جاي يسوي هذا الشي. رحت عند الباب وفتحته، وأول ما فتحتها ما أعرف شنو اللي حدث.
وبعد ما صحيت وانا جسمي مكسر بالكامل، وكان يعني ورا دنيا المغرب. يعني انا عديت وقت طويل وانا ممدد على الارض، مال البركس والباب كانت مفتوحة. هسه احتمال بيكم شخص ما عرف شنو بركس. البركس هو عبارة عن غرفة واحدة متنقلة، احنا نسميها بالعراق كرفان. المهم قعدت بديت اطالع، جسمي بذاك الوقت كله يوجعني، بديت اناظر على اليمين على اليسار، ماكو اي احد، المكان هدوء بهدوء. واول ما حطيت رجلي وطلعت اجاني هواء، نسمة من الهواء باردة جدا. ويوم اللي التفتت على الاتجاه اللي بيه الخيمة كان اكو شخص نايم بالداخل ومتغطي بالغطاء مالتي، وهنا تفاجأت هو منو اللي يجي بهالوقت هذا. طبعا رحت انا اتمشى على كيفي، ويوم اللي طالعت تفاجأت الشخص اللي انا اشتغل عنده جاي. والشغل اللي خلتني اتأكد انه هو جاي الاثار مال السيارة مالتي كانت مفترة بالمكان. زين ليش ما قعدني وليش نايم مكاني وسيارته وين؟ طبعا هذني كان أسئلة يدورا ببالي في وقتها، لكن هو قعد مباشرة وقال الحمد لله على سلامتك، اجيت قعدتك وانت ما قعدت، شكلهم الجين ما تركوك، حاولت اقعدك بكل الطرق وانت ما قعدت، حتى ما يذبيت عليك وانت ظليت نايم. وبعدها انا تعبت وجتني دوخة وجيت قلت خلي ارتاح هنا. سألته وقلت له السيارة وين؟ قال السيارة عفتها شوية بعيد، لان بيني وبينك السيارة صارت تخربط وطفت وما اعرف ايش بيها، وقلت بعدين ارجع له وجيت اتمشى عليك. طبعا ما اقتنعت بكلامه، لكن صاحبي واكيد هو اللي راح يجي والحلال هذا مات، حمدت رب العالمين بداخلي وشكرته. بعدين قال شنو اليوم ما تسوي لنا اكل؟ كان يتكلم وياي بكل برود. قلت له لا على عيني هسه اسوي، وراح طلعت الرز وشبيت النار برا وهو قاعد بداخل الخيمة. وبثناء ما انا جاي اسوي بالاكل سمعت صوت ما الضحك، لكن الضحكة كانت ضحكة نسائية وحريمية، يعني مو ضحكة ما الرجل. رحت اركض عند الخيمة لقيت نايم على الجانب وحاط ايده جوا راسه، غريب امره. قلت له انت نايم؟ ما رد علي. رحت علي حركته فتح عيونه وقال شبيك، ها الاكل صار؟ قلت له لا بعد. قال دايخ بعدني من يصير الاكل قعدني. المهم رحت حتى اكمل الاكل وانا دايخ بالموضوع واللي حصل. وطول الوقت اللي انا جالس بيه اطبخ شنت اتلفت خايف، كل ساعة اسمع صوت مال شخص يتقرب من عندي او يبعد، الحد ما عفت الطبخة على النار موجودة وكانت متغطية بالقبق. ورحت من بعيد واناظر به صافن على النار اللي موجودة قدامي وشابة وعلى الجدر، وفجأة وحدة القبق يطير لفوق، طار لفوق يعني بمسافة ورد على الأرض، والأشياء بالأرض صارت تتحرك لغاية ما صرت أصرخ. وهو طلع علي من الخيمة اجي يتمشي، قال لا تخاف ولا ترعب، الموضوع طبيعي والجن خلق حالهم من حن، تخيل انه انت يعني هسه تقدر تختفي وتسوي هاي الأشياء، يعني لا ترعب خليك مرتاح. وقال لي بعد فت شغلة خلاني أشك بنفسي، قال لي لا تخاف من عندهم، تراني جيت أريد أطمنك، شكله كأنه هو يعرف هالمكان هذا بيجن. بعدين قلت له أنت تعرف المكان مسكون وعفتني بي؟ قام يضحك وبعدين قال لا ما أعرف بس شكله مسكون، يعني إحنا إيش راح نسوي؟ المهم دار بيني وبينه حديث بسيط، وبعدها قلت له يلا خلينا ناكل، صبيت الأكل وجلست أنا وياه أكل، عبارة عن رز وعبارة عن لحم بذاك الوقت. واللي حدث مرة واحدة قام ولم الأكل اللي بقى كله، هاي الشغلة أول مرة يسويها بحياته. لما وقلت له لا أنا ألمهم، قال لا خلاص يا رجال أنا راح ألم الأكل وخلاص، خلاص أنت روح غسل. طبعا رحت غسلت إيدي ورجعت، يوم اللي رجعت هو كمل كل شيء ولفه وقام وشال بيده. قلت له وين رايح؟ قال راح أروح أرميه بعيد حتى الحشرات لا تلتم وأقضى حاجتي وأرجع لك. فعلا راح يتمشى هو والكيس أو البقايا مال الطعام والعظام، صار يمشي ويمشي وانا اباوع عليه او اناظر بيه لغاية ما طلع الحدود مال الضوء اللي كانت موجودة واختلط الظلام وصرت ما اشوفه، 10 دقائق وهو ماكو. رحت ادور عليه خدت الكشاف ما لقيته، والمصيبة الاكبر حتى بذاك الوقت الاثار مالته انقطعت، يعني ومجرد انه هو بس مشي عدة امتار ماكو بعد اثرات نهائيا، المنطقة ما كانت مديوسة ابد.
تفاجأت باللي حدث، وهنا أنا قلت أكيد هذا من الجن ولعبني، لأن بشكل صاحب الحلال فلما أجي أنا ما كنت متوقع أنه من الجن أو يشكل بهذا الشكل. هم أصلا بالليلة اللي فاتت شكلوا على ناس يعني أنا هم أعرفهم. فاللي حدث رجعت مرة ثانية وصلت عند الخيمة وتفاجأت. مرة اللي كان بداخل الخيمة نايم ما كان رجل، كانت امرأة بشعر أسود كأنه فحم. المهم رحت على كيفي ومخايف، كانت متغطية صفحة من وجهها بيضة كأنه ثلج. فرحت وقلت من هنا وانت تجابك وشنو اللي رأيت. المهم التفتت علي كأنه الدنيا انفتحت بذاك الوقت إلي، حسيت براحة مو طبيعية أول ما طالعت بوجه، وكان تقول أنا إجيت عليك حتى لا تصير لك مشاكل، أنت بوسط قبيلة من الجن ووحدك ما راح تقدر تطلع وما راح تقدر تترك حلالك، وراح يظلون يسوون هيك وياك لو أنا أظل عندك. المهم ظليت أطالع به، شنو العرض المغري، بنية وشديدة بالجمال قدامي كانت بتشكل مو طبيعي. المهم قلت لها بس أنا أريد أطلع منها، قالت خلاص إذا تريد تطلع اترك كل شيء واطلع واسعى بالصحراء وامشي، احتمال تظل الطريق وتموت من العطش، هم ما راح يطلعون، هذا المكان مكانهم وانت نزلت فوقاهم، هذول قبيلتي احنا غير مؤذين، لكن هاي الاشياء اللي صارت وياك هي اشياء طبيعية لحد هذا الوقت. اسأل نفسك احنا سوينا لك حاجة او اذيناك من الليلة الاولى؟ احنا ظهرنا لك بشكل عقارب، سوينا لك حاجة؟ طلعت طالع بوجهها وقلت لها لا. قالت الافعى السوداء اللي لفت عليك وعلى رقبتك اذتك؟ وهنا انا تذكرت انا شفت منام لكن ما كنت اتذكره، وهي اللي ذكرتني او وعتني بي، شفت افعى سوداء التفت على اقدامي وبدت تصعد لغاية ما وصلت رقبتي، لكن ما كانت تضغط بس كنت اريد اوخرها وما كانت تروح من عندي. قلت لها وانت ايش مدريك؟ قالت لها بالحقيقة اني اللي اجيتك وانا اقدر اطلع لك بأي شكل. وبعدين قامت ووقفت، كانت حسناء جدا بجسم مغري تماما بملابس غريبة بشكل جميل. وهنا قلت لها خلاص بس أنا باكر أريد أطلع منها. قالت لي يجي صاحبك وتطلعون أنت وياه. ورحت أنا أتمشى على البركس، قالت أنصحك نصيحة لا تعوف الباب مسدودة مال البركس، إذا سديتها عليك راح يزعجونك ويظلون كل ساعة يضربوها، اتركها مفتوحة هذا أفضل إلك. وحتى نتفق أنا وياكم على صيغة، الجن ما يتأمن إلهم نهائيا، وهاي الأشياء اللي تحدث كلها أشياء احتمال بالعقل، يعني خلوها أنت ما شفت حاجة ولا هم موجودين، حتى احتمال هي اللي كانت موجودة قدامك هي عبارة عن صورة، لأن الجن باختصار عندهم حالتين للتشكل، أكو صورة بس فقط يعني خلونك تشوفها قدامك لكن هي صورة، وأكو تشكل كامل، والتشكل الكامل هذا ياخذ كل الخواص الفيزيائية للإنسان، يعني يترك ظل ويترك أثر، أما الصورة تكون ما تترك حاجة، يعني حتى شكله بالمراية احتمال يعكس إذا شكل، أما إذا كان صوري تشوفه بعيونك لكن ما تشوفه بالمراية. المهم قلت ما أسمع بنصيحته وسد الباب، وأول ما دخلت للبركس حتى أنام هو الكرفان وسديت الباب علي، كل ما تخفى عيوني تنضرب الباب أو أشوف شخص من الجامع طالعني، كانت البردة مفتوحة شوي وأشوف عيونه اللي كانت غريبة وتلمع، أو أشعر أنه واحد يفتار فوق أو يقفز على السقف مال البركس اللي كان من الحديد ويطلع صوت مزعج. الحد ما رحت عند الباب وأول ما فتحتها لقيتها واقفة وطالع، وقالت هاني نصحتك راح يظلون يسوون هاي الحركات بيك. قلت لها أوكي راح أتركها مفتوحة بس خلي يكون بعلمك أنا ما خايف منكم أبد، أنتو خلقكم رب العالمين واني خلقني. قالت لا تكثر بالكلام أنا ما أحب هذا الشيء، خلاص أخذ راحتك وروح نام. رحت أتمشى على كيفي على فراش، لكن النوم طارت مني وكنت مرعوب لحد ما صار ضوء بالمكان. يوم اللي طلعت شفت المكان اللي أنا أشب بيه نار مشبوب النار بيه عالي، وكو ناس حوالينها كأنه جاي وطوفون، وهي اختفت تماما. رحت بفراشي مددت وحاولت أخلي نفسي بالهدوء، حاولت أهدى قدر المستطاع وما كنت أقدر، لحد ما شعرت أنه شخص قريب مني جدا بالغرفة لكن ما جاي أشوفه،
كنت أشعر بحرارة جسمه وكنت أشعر بأنفاسه. المهم حسيت أنه قدمي انسحبت، يعني كأنه واحد لزمني لكن أنا ما جاي أشوف. إش قد ما حاولت أنه أنا أسيطر على روحي لغاية ما صرخت بصوت عالي، وفجأة ما حسيت غير قدامي كأنه ظل أسود ومرتفع. طبعا هالظل هذا سقط علي بثقل مو طبيعي، فقدت الوعي دقائق عديدة، ويوم اللي فتحت عيوني لقيتها بجانبي على السرير اللي كان بداخل الكربان أو البركس، وكانت ممددة صارت تتكلم وياي وتقول لي أنا انعجبت بيك وأني حبيتك، وأكيد أنت هم راح تبادلني نفس الشعور لو عندك رأي ثاني. إذا عندك رأي ثاني حتى من هاي اللحظة أنت بطريق وأنا بطريق، لكن أنت إذا مشيت بطريقك وحدك راح تمشي بدون عقل. المهم أني خلاص يعني ما أقدر أسوي حاجة وما أدري شنو اللي صار بيه، لكن شعرت باختناق وبديت أريد أتحرك. قالت شبيك؟ قلت لها ما أقدر، اختنقت بهذا المكان، أريد مكان مفتوح. ماكو ثانيتين وحسيت نفسي أنه أنا ممدد على الأرض بجانب الخيمة، وكانت كذلك هي موجودة عندي. المهم قلت لها خلاص اللي تريدينه يصير ويجرالك، بس خلي أطلع من هذا المكان. المهم صارت تعدي علي الأيام وهي تجي تاخذ اللي تريده من عندي وتروح، اسوي اكل يجمعون ويا ناس على نفس الاكل ياكلون. وكنت بذاك الوقت اعاني، لكن بس ردت صاحب المكان هذا او صاحب الابل اللي كان اشتغل انا عنده يجي وماكو، لغايه ما اجى علي كانه الباب مال الجنه انفتحت. رحت ابكي وبوسته قال شبيك؟ قلت له الحق لي المكان مسكون بجن، شاف الوضعيه مزري، ويوم اللي حسب الابل مالته لقاهم 19، يعني بيهم رايحين وما بيهم زايدين. وانا حلفت وقسمت له ان هم زادوا بالعدد، وصرت كل ما اوديهم واجيبهم يزودون. قال لي خلاص ماكو اي شيء، المهم انت بخير، يلا تعال ساعدني. وبديت بذاك الوقت انا ويان الساعد وصعد بالغراض لحد ما انتقلنا وطلعنا من هالمكان هذا. يوم اللي وصلنا قلت له تريد الصدق؟ انا ما اقدر، انا ارد اطلع من الصحراء. طلعني، ظل لي طالع بوجهي وقال لي مروتك خليك بس هاي الليلة، على اقل باكر اجيب واحد، يعني ما يصير هس، واذا تريد انا اضل وياك. قلت له اذا اضل وياي خلاص انا موافق. قال خلاص اضل وياك، وفعلا ضل وياي. عدت الساعات الاولى تقريبا بداية الليل على الساعة 9، قال انا ما متعود اسهر راح انام، شو رأيك تنام هنا انت قريب مني؟ قلت له خلاص انام قريب منك. وفعلا نمت قريب من عنده، اثنيناتنا نمنا بالخيمة اللي موجودة لحد ما شعرت اكو صوت خارج الخيمة. طبعا هو كان نايم، ما حبيت اقلقه او اقعده، رحت اتمشى وكان القاها واقفة ورا الخيمة. قالت هاني مو قلت لك ما راح اعوفك، واحنا اتفقنا انه انت تحبني واني احبك ونتبادل نفس الاشياء؟ قلت لها اي اتفقنا، بس انا خلاص ما اريد تأذيني وانا انتقلت من المكان وكذا. قالت انت انتقلت يعني من قبيلتي وطلعت من ذاك المكان وما اذوك، لكن انت هسه تريد تكسر قلبي وتتركني، واني اعرف شنو اللي بداخلك، انت بس كنت تقول لي اي موافق لان انت خايف من عندي، لكن بعدك ما تعرف الخوف الحقيقي، وصارت تهدد بي لحد ما تقربت مني. طبعا هي اول ما تتقرب مني اشعر بشعور غريب، النحول باقدامي واشعر بضيق بالتنفس، وبعدين يغمى علي اصحى ألقى نفسي بوضعية ثانية أو ألقى نفسي بمكان ثاني، يعني إذا أنا مثلاً كنت بداخل الخيمة ألقى نفسي بمكان. فجأة ولقيت نفسي ورا الباركس أنا وياها بعيدين، وهي تتكلم وياي بعدها، وأنا كنت أسمع صوتها يناديني ويقول لي أنت وين، لكن أنا ما كنت أقدر أرد عليه. وهنا أجا هو، يوم اللي أجا أنا أغمى علي بالكامل لكن سمعته صرخ، ويوم اللي فتحت عيوني فتحت عيوني وأنا وحدي وهو مشغل سيارته وطالع وعايفني ما ادري من يا ساعة. المهم رجع علي الصبح وجايب شخص وياه، صعدنا كل الحلال اللي موجود واخذه وطلع، وقال لي خلاص من هاي الدقيقة انت بعد مالك شغل يمي، ما اعرف ليش انطيني السبب. قال يا رجال خلاص لهنا انا وانتهت خدمتك عندي، وحتى حاسبني وانطاني فلوسي فوقها زيادة وبوسني، قلاني ما زعلان عليك. من ذاك الوقت هي ظلت ملازمتني، وتقريبا اخذت 8 سنين من عمري وهي موجودة وياي تأذيني على الدعسة، وكنت حتى ما اقدر اتزوج، وقفت حالي كله.
وهم ذول الجين وقبائلهم اللي موجودين بالصحراء، إذا أنت تجاوزت عليهم ما راح يعوفونك بسهولة. والجنيات دائما هذا اسلوبهم، يظهرون لك ويحاولون انهم يوقعونك بفخ الحب والزواج، لان هذا اللي عندهم. خلاص يعرفون الانسان ضعيف، الانسان ضعيف قدام حاجتين، الاشياء الجنسية والمال، فهم يقدرون على الاشياء الجنسية بكل سهولة يسووها، بمجرد انه هي تطلع له بشخصية هو حابها او تظهر له بهذا الشكل راح يوافق مباشرة. ويقول انا كنت ارتاح وياها جدا لكن ما اقدر بعد. المهم يقول تعالجت من عندها وتخلصت، وهاي القصة كانت قصة جن حثت بالصحراء ويا راعي ويا قبيلة من الجن. اذا عجبتكم ادعموني بلايك، اشتركوا لي بالقناة، فعلوا زر الجرس، وانتظروني غدا بقصة جديدة ان شاء الله.